أنا أوجه ندائي إلى جماهير الشعب السوداني، وخاصة جماهير الشعب السوداني التي تقطن في ولاية الخرطوم تحت ظل هيمنة المؤتمر الوطني، تجبر المؤتمر الوطني، الظلم الشديد الذي وقع على المواطن، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية وضيق المعيشة، ارتفاع الأسعار، كما أقول كذلك غياب الدولة وتملص الدولة عن المسؤولية بتاعتها تجاه المواطن في تقديم الخدمات، خاصة في العلاج، في التعليم، في كل احتياجات المواطن الضرورية اليومية. لقد تملصت الدولة عن ذلك، وهي تصرف كل إمكانيات البلد في الأمن وفي إشعال الحروب ضد المواطنين في المناطق المهمشة، في دارفور، في جنوب كردفان، في النيل الأزرق، وكذلك الهامش في العاصمة. نحن نعتبر أن 90% من سكان العاصمة القومية هم كذلك مهمشين، حتى إذا هم لم يشعروا بذلك. ليه؟ لأنه ما في عدالة في قسمة السلطة، ما في عدالة في قسمة الثروة، ما في عدالة في تقديم الخدمات. هنالك تفاوت بين الرياض والطائف والخدمات التي تقدم لسكان أم بدة ودار السلام والحاج يوسف والدرشاب. فلذلك نحن نناشدكم بمقاومة هذا النظام بالوسائل المتاحة لكم. لديكم الفرصة للدخول في انتفاضة كبيرة ضد النظام، ولكم خبرة في ذلك في 64 و85 لإسقاط هذا النظام الغاشم، نظام المؤتمر الوطني، كذلك الإضرابات، كذلك العصيان المدني، وكل الوسائل بتاعت المقاومة من أجل إسقاط هذا النظام، ومن أجل إحداث تغيير جذري يحقق العدالة والمساواة والحرية لكل السودانيين، بغض النظر عن أديانهم، ألوانهم، وأعراقهم، وثقافاتهم، ولغاتهم، اعتمادا على حق المواطنة، حق المواطنة. نرجو أن نفوت الفرصة على دعاة الحرب، على أدعياء التدين والظلم الذي يتم باسم الإسلام. نحن مع دولة المواطنة، دولة المساواة، دولة الحرية. إنه أخواننا في الجيش السوداني، أنتوا ما في سبب عشان تدافعوا عن نظام المؤتمر الوطني. ده نظام ظالم، وهو نظام خان الشعارات التي رفعها باسم الشريعة الإسلامية. الممارسات بتاعت هذا النظام بتتعارض تماما مع كل الشعارات بتاعت الشريعة والإسلام. وحقيقة الشيء التم على يد الجبهة القومية الإسلامية، على يد المؤتمر الوطني، هو ظلم، وهو بتناقض وبتعارض مع المبادئ السمحة بتاعت الإسلام. فنرجو إنه ما تموتوا عشان دفاعا عن نظام البشير أو المؤتمر الوطني الذي حصر السلطة والثروة في أيدي بتاعت ناس قليلين، وحرم الشعب السوداني. الحالة الاقتصادية الآن بتوري إنه في أزمة، الحالة بتاعت الطوارئ، عدم الاستقرار في كل السودان، وده كله بسبب السياسات الهوجاء والخرقاء بتاعت المؤتمر الوطني. نحن نرجو إنه أنتوا تدافعوا عن أهلكم، عن الأغلبية المسحوقة، عن المهمشين، وما في سبب عشان أنتوا تمشوا تموتوا دفاعا عن الظالمين، عن المؤتمر الوطني. شكرا جزيلا.